السنة دي اخترنا اسم عالم المصريات دكتور سليم حسن، شخصية مهمة جدا، والحقيقة ان هي من رواد علم الاثار. وايضا اخترنا بالنسبة لآداب الاطفال اخترنا الكاتب الكبير يعقوب الشروان. نعم. طيب سبب اختيار اسمين كبار من اسماء اللي مؤثرة في مجال، سواء في مجال ادب الاطفال او في علم الاثار، نعم، ليه اخترنا الشخصيات دي بالتحديد السنة دي؟ لانه احنا قررنا في الهيئة العليا للمعرض الكتاب انه يكون المعرض من اهم اهدافه الحفاظ على الهوية المصرية، لان مصر بتتعرض لضغوط كتيرة جدا في منطقة الهوية تحديدا. فاخترنا الدكتور سليم حسن. الدكتور سليم حسن ليه قصة كبيرة في الترجمة، وليه قصة كبيرة في مش الكتب اللي هي الموسوعة اللي عملها عن مصر القديمة، 18 جزء. فكان لازم، وده كان اول مره ان احنا ما ناخدش كاتب، يعني ناخد عالم كاتب. يعني دايما اخدنا مثلا نجيب محفوظ قبل كده في السنوات الماضيه، اخدنا صلاح عبد الصبور، اخدنا صلاح جيهين السنه اللي فاتت. انما اول مره يتم اختيار شخصيه بتجمع ما بين الكتابه والعلم. فكان مهم قوي قوي زي دكتور سليم حسن. احنا طبعنا كمان كل اعماله كامله بطبعه فاخره وطبعه كمان شعبيه للاثنين اللي عايز يقتنيهم يعني. الاستاذ الله يرحمه الاستاذ يعقوب الشاروني، كان نفسنا، احنا بنفكر ايميا ان الحلام اخترناه ان احنا نكرم حد عايش. بس هو للاسف يعني توفاه الله من الله يعني من شهرين تقريبا، واحنا كنا اخترناه خلاص. فهو راجل عظيم وقدم للمكتبه الطفل كتير. المصريه كتابات جميله كله اتربى عليه يعني. صح. فده طيب هل تعتقد انه من خلال اختيار اسماء بتكون كبيره في مجال الادب بالنسبه عندنا هنا في مصر، ده بيكون فرصه نعرف الناس عن اسماء هذه الكتاب المعروفين اللي بيبقى ليهم بال طويل قوي في اي حاجه هم بيعملوها بالنسبه لمصر؟ طبعا فرصه كبيره جدا. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو في بس كده رؤيه خاطئه للشعب المصري. الشعب المصري بيقرا قوي وبيحب يشتري كتب قوي، بس اهم حاجه انه تقدم له حاجه حلوه. فهو على فكره انت هتتفاجئ ان الناس عارفه مين سليم حسن، وفي ناس كتير عارفه مين يعقوب الشاروني. يعني بالبلدي كده اللي هو ما فيش حاجه بتستخبى في مصر، ما فيش كاتب مش معروف في مصر. يعني كل كاتب وليه قراءه. فاحنا يعني من فترة أصلا على السوشيال ميديا انتشر دكتور أحمد خالد توفيق، وبدأت كل الشباب، كان صديقي الله يرحمه، كل الله يرحمه برضو. وأنا فاكرة كويس قوي لحظات وفاته، شباب كتير قوي تأثر بوفاته الله يرحمه طبعا. ولكن لما انتشر اسمه بشكل كبير على السوشيال ميديا بدأت الشباب تنقل الاسم لبعض، وبدأت الناس تنزل تشتري له كتب كتير. تمام. جدا تمام. فبدأ اسمه يلمع، وكذلك برضو أحمد مراد لما بدأ ينشر كتب كتير والناس تدرجت اسمه، الناس بدأت تنزل تقرا له. تمام. فإحنا شعب بيحب القراءة طبعا، ولكن مين يشجعنا على القراءة؟ هو ده المهم، مين اللي يشجعنا على القراءة؟ على فكرة موضوع السوشيال ميديا، السوشيال ميديا ليست بديل للقراءة، السوشيال ميديا شريك للقراءة. بمعنى انه مثلا زمان كانوا بيقولوا انه لما يظهر ظهر الراديو انه الكتاب هينتهي، الكتاب ما انتهاش، الاثنين كملوا بعض. لما يظهر التلفزيون الراديو هينتهي، فالاثنين الثلاثه بقى بيكملوا بعض. صح. وكذلك السينما قالوا ان خلاص التلفزيون يعني ودلوقتي بيقولوا الاعلام يعني هينتهي والسوشيال ميديا هتاخد مكان الاعلام. وده مش حقيقي، هو الاعلام مكمل وبيعرف كل ناس كتير وطبقه كبيره جدا. طبعا. وكمان في حاجه ثانيه انه سهل الوصول اليه، يعني هو بيوصل لك يعني وسيله دعايه بالمناسبه يعني. صح. او اصح التعبير يعني وسيله دعايه سهله وسريعه وترد جميع الأذواق.